رئيسي الوزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد والله هذلي حل دبانة برلمان إثيوبيا أياش أجين حكومة دي سيحير دون تطمن ناس فاردو دو يدوني دو كليين كواكلنا إيران دون تردق على إثيوبيا يكوب حصو أبي أحمد وشلي كتش دي برلمان كقطبة حساسية وسوين يقور دوريين شعب كدلكي يقودهان تتكدن أي عرما سياسة دي إثيوبيا أيا وحو سعد الشيغين ودون يدق على ودن كاين وتشيله سلو حلي علاس كسو وجهي قرن كي إثيوبيا شعوبت كلا دوان السوهيي ويران صدن سفارة دا يا لحري دونا يكوشر تسفارة دا إثيوبيا يكولا دا كينيا وحانا سفير دا يكوش شقين دونا قده إثيوبيا يغو سيدد بان شقد دو ودن دونا إلا الدولة دو يكا اوودي دون تاين بحسا قرش كالي حاد دا يكوب حد دبلماسيين تا قرشانا يا وحو الباب دو لابد دونا وحكب بدن لحدن قوبا دو هاد شقيا ويسوكو تيرا سفارة دا يقنسولي دو سفارة دا إثيوبيا ان نيروبيا يا وحي كمتاي سفارة دا هكو شقد بدن يدل كندقن ما دام هالكن يكون نوليهم بلشا أن تريرين وكسو جيد إثيوبيا وحين أرين تاني ستوصة وصامين دون تاسو مالي دي استعماشة باسا بورك إثيوبيا يكين يكون نول داتك إن لها كوها يا سياسة دموك ديو هريي رئيس الوزراء أبي أحمد أيا أرين تانو حيكو فسرين نابي وعبسي بادن كقابين دبلماسيين وتشارك إثيوبيا يقوستان سيدا در تيدنا وحالو أركي إنو شقدو دو جوجيو كدبنا وصامك عابدد إساقا لدعسان سياسة ديسة خطبة الرئيس الوزراء انتي اي سعوتي وحيابها موچين يجوك تقاري دقالها إثيوبيا وحاكم دها او قابطة او كشاقي إلا يرأي دقالها كبحا يقوله يساقو سيرادا قاف كستان وحا او قباقي انو اتكيستا انتا او سعودي اسبدل كاردقاقي إثيوبيا اي لغو سوغو ييني كسو بحدو النتيجة كستا او لما فلانا دقال كقبل كتقري اي اذايق الرئيس الوزراء ابي احمد walla gudaray taageerada reer galbeedka ee Itoobiya isu heen jirtay oo yaraatay ayaa waxay keenaysa xaalad murugalay oo dalkan ka taagan waxaana durba bilaawday inay furfurato Itoobiyadii kumanaanka sano isii soo haysatay kadib markii kooxda TPLF ay dib ula wareegtay magaalada Maqale taa oo ka dhigan in Nabi iyo kooxdiisa markan ay xaaladu ku adag tahay Saciid Qarafaan Universal TV Nairobi